انا عايز ارجع برضو للاستاذ محمد، بتشوف ده ازاي نوعيه المتلقي؟ يعني يمكن الاستاذ خالد قال انه في تطوير الصانع والبديل واستعداد بقى الجمهور. احنا بنتكلم دلوقتي على انه مع التطور وتسارع الاحداث وان الوسائل بقت بتسهل قوي انك تنقل الخبر بدون اي فلتره بكاميرا موبايل تحطه، لو انت عندك بقى ترفعه على السوشيال ميديا عندك فولورز، ممكن مع الوقت تبتدي تبقى انت يعتبروك مصدر اخباري. فالصحافة ازاي ممكن تواكب ده او الاعلام ازاي ممكن يواكب ده؟ هو ده طبعا حاصل بشكل كبير جدا، وزي ما خالد قال طبعا فكرة الاحتكار. احنا كنا زمان بنفترض ان احنا بنحتكر المعلومة، ولكن الان المعلومة بقت موجودة مع كل الناس، في كم غير طبيعي من المعلومات، في اغراق بالمعلومات بيفصلنا دايما عن هذا الامر، هو فكرة ان احنا عندنا معايير لكن الشخص العادي ما عندوش المعايير دي. المشكلة الأساسية كمان تتعلق بأن كل واحد عبارة عن وسيلة إعلام ماشي على الأرض. يعني النهاردة أنا مش مضطر أن أنا أستنى لآخر شهر مارس علشان أتفرج على الحفلة بتاعت الهضبة في الساحل الشمالي، لأن الحقيقة والهضبة واقف على المسرح بيغني في أكتر من 5000 لايف فيديو شغال على منصات زي فانا الفيسبوك كمان وغيرها، قاعد في بيتي بتابع فأنا الحفلة قاعد عادي. وبتابع كل الموضوع. صحيح. فده بقى ده الشيء اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليه طول الوقت. الجمهور بتاعنا هو مين؟ أزمتنا الأساسية في مصر الحقيقة ان احنا ما عندناش دراسة حقيقية للجمهور بتاعنا هو مين، ما عندناش جهات مستقلة ومحايدة تستطيع انها تقول لنا الجمهور ده عايز ايه بالظبط. وبالتالي نشأت هنا فكرة ان احنا بنجري ورا ثقافة الترند، الناس النهاردة بتفكر في ايه على السوشيال ميديا، مش شرط يكون ده بالمناسبة هو وبالتالي اللي الناس اصبحنا احنا رد فعل، يعني احنا ما بقيناش بالظبط. بقى حراس بوابه ولا ان احنا زمان بندي، ده احنا فكرة ان مين مستنيين بيحط بيتابع. الاجندة الاعلامية، صحيح. مش احنا اللي بقينا نحط الاجندة الاعلامية، احنا بقينا بالظبط. بنمشي ورا الاجندة بتاعت السوشيال ميديا. اي مش عايز اقول انها الاجندة بتاعت الناس، لان برضو مش كل الناس هي اللي بتبقى بتجري على السوشيال ميديا. وبالتالي انا دايما طول الوقت ببص للمشهد الاعلامي بوجهة نظر متكاملة شوية. احنا ناس بنتكلم في صناعة محتوى، او ربما نكون محتاجين ما هو اكبر من صناعة المحتوى، وانا بقول عليه دايما السنس ميكنج او صناعه المعنى، لانه بيشمل كل الحاجات دي. كمان بنتكلم مع الساده اساتذتنا من الاكاديميين، بنتكلم مع مراكز لقياس الراي العام، فاعتقد ان احنا الملاك الممارسين كل دول الحقيقه محتاجين يكونوا قاعدين مع بعض علشان نبدا نتكلم في هذا الكلام. اللي حاصل النهارده كمان انه في ناس ثقافتها سمعيه بصريه، دول الناس هيبقوا جمهور بتاع الفيديو، وفي مؤشرات ودراسات كتيره جدا بتتكلم انه بحلول سنه 2030 المحتوى اللي الناس هتبقى بتجري وراه مثلا هو الفيديو. ده كله كلام جميل جدا، ومن هنا في ناس بتتكلم في صحافه الموبايل، ولكن ويمكن خالد يعني استاذي ويعرف الكلام ده كويس، ان احنا في حاله من حالات اللي هو ايه، احنا يا جماعه بتوع الديجيتال احنا المستقبل، انتوا هتروحوا في داهيه، احنا التي في انتوا الصحافه الورقيه هتروح في داهيه، احنا بتوع الانفوجراف فانتوا هتروحوا في داهيه. يعني في النهايه هو لازم يكون المنظور اللي احنا بنتكلم فيه منظور متكامل، بناخد في الاعتبار الجماهير المختلفه، مبقاش هم مش جمهور الحقيقه، يعني هم بقوا متلقي، بقى فولور، بقى يوزر، بقى دي لا، مسميات وبعدين حتى في مسمى مختلفه. جديد خالص بقى اسمه انفلونسر، اللي هو اللامحتوى في مؤثرين الحقيقه. يعني انا طبعا. بستغرب جدا لما بلاقي مئات الالاف من المتابعين على الانستغرام لشخص اتحسب على، يعني اتحط تحت تايتل او عنوان انفلونسر مؤثر، هو الوظيفة مؤثر، وظيفه مؤثر بيجي له فلوس كتير جدا وهو قاعد في بيته او هو بيصور نفسه بيحط صور، وانا بحاول من خلال الصور او فيديوهاته اشوف ايه المحتوى، في الحقيقه ولا حاجه. يعني المحتوى قال ولا حاجه.